أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. مشهد من ليلة عاشوراء. ليلة عاشوراء الإمام الحسين سلام الله عليه يقرأ القرآن في خيمته، وهناك دورية من جيش ابن سعد تجول في المنطقة، وموجود الشهيد برير ابن خضير، وموجود الضحاك ابن قيس المشرقي، لأن الضحاك بيقول له للإمام الحسين سلام الله عليه أنا أبقى معك ما دام معك من يغني عنك، فإذا أصبحت وحيدا أنا بدي أنسحب. وهذا أيضا نص موجود الحديث عنه بتاريخ الطبري. هذا الضحاك ابن قيس هو الذي يروي هذا المشهد، الحوار اللي دار بين برير ابن خضير الشهيد وبين عبد الله ابن شهر ابو حرب السبيعي، اللي هو كان بالدوريه اللي من قبل جيش من جماعه جيش ابن سعد. اذا اشخاص هذا المشهد هم كما يلي: اولا الراوي ضحاك ابن قيس المشرقي، اللي ظل مع الإمام الحسين عليه السلام إلى أن لم يبقى معه سلام الله عليه أحد، فكان قد خبأ فرسه، ركب الفرس ومضى. اللي كانوا بالمعركة كان في منهم بيعرفوا بعضهم، وباعتبار أنه سابقا كلهم كانوا من أنصار أهل البيت، فيعني بياخذوا بيعطوا، في منهم ناس مش متدينين عن جد، أنصاف متدينين أنه بيحنوا على بعضهم بشكل أو بآخر. فعندما خرج رآه من يعرفه، أول شيء لحقوه أنه إذا واحد طلع من قلب المعركة، من قلب ساحة المعركة، من هو؟ وين كان هالفرس لحد هلأ؟ فلحقوه، عطف عليهم وقال أنا فلان، تركوا. ضحك ابن قيس وير. ممكن قلت لكم أنا حديث سابق، ممكن الإمام سلام الله عليه سمح له بالبقاء لتصلنا أخبار من داخل المعركة. من جملة الأخبار وصلت عن هذا الضحاك ابن قيس، يعني جانب الإعلامي ملحوظ أو قد يكون ملحوظا. الإمام الحسين عليه السلام ليرد الحديث عنه سلام الله عليه أنه كان يتلو آيتين من سورة آل عمران، الآية 178-179. الدورية مرت، بيقول الضحاك ابن قيس، فسمعوا الإمام يقرأ: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طبعا الآية ما خلصت، بس هو بالمصدر ذاكر لهم. بمجرد ما سمعها هذا الشخص اللي بالدورية اسمه أبو حرب السبيعي،
عبد الله ابن شهر. هذا شو قصته منه؟ هو وجه بارز من فساق الكوفي، جماعة المعاصي، جماعة المنكرات، جماعة البطالين، تعبير عنه بطال. هلأ كلامه أيضا بدل هذا، كان في الخيل التي تحرس معسكر الإمام خوفا من التحاق أحد بهم أو مثلا من فرارهم كما تصوروا. هذه الخيل كلها، الدوريات كلها كانت بقيادة، قلت لكم قيادة عزرة ابن قيس، هذا كأنه قائد هالدورية. من هو؟ عبد الله ابن شهر أبو حرب السبيعي. بيقول الطبري نص هيك: فسمعها، سمع الآية اللي تقدمت أو الآية ونص، سمعها رجل من تلك الخيل التي كانت تحرسنا، فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون ميزنا منكم. ألا بتشوفوا رح يرجع يقول له لبرير، يقول له: أنا أشهد أن نحن الخبيثون وأنتم الطيبون، لأنه بطال ما بيثبت على حرف على كلام. المهم سمع هذا عبد الله ابن شهر فقال هذا الكلام. بيقول الضحاك ابن قيس: فعرفته، فقلت لبرير ابن خضير: تدري من هذا؟ قال: لا. قلت: هذا أبو حرب السبيعي عبد الله ابن شهر، وكان مضحاكا بطالا نكجي وبعطال بطال، السهرات الشغلات السمر المنادمة، هذا المرض بدنا ننتبه له، راح ارجع له. هذا المرض مرض انه طريقة السهرات والعيش العبثية، وانه واحد يعني عنده المزح والهزل اكثر من الجد، بحيث انه حتى اذا توظف او شيء، عم بقرأ عن بعض الدول انه في تقرير عن الموظفين، موظف ثابت انه بالدوائر العامة بيشتغل 20 دقيقة باليوم من 8 ساعات، بالشركات الخاصة بيشتغل ساعتين من 8 ساعات. عطال بطال، مرض العطالين البطالين مرض منتشر على لأنه واحد ما عنده هدف، لما هدفه أنه بده يدور على الجاه، الجاه بيصير يدور عليه من خلال أنه يثبت حضوره حاله بهالمجلس وهالمجلس، وهدفه اللذة بده يشوفه وين بيرتاح، هدفه الأنس، هدفه بده يحصل مصاري، بيركض على الأجواء اللي فيها مصاري ويصير يتذلل إلى آخره، أو أنه يصير يفكر بالسرقة أو ما شابه. يعني إنسان البطال إنسان ما عنده هدف، ضيع الهدف. وأمتى الإنسان بينضرب بتضيع الهدف؟ لما ما بيقعد ينتبه للآخرة أنه سيحاسب، لأنه سبب الفساد الأساسي نسيان بما نسوا يوم الحساب. وكان مضحاكا بطالا وكان شريفا، شريف هون بمعنى انه وجيه، يعني انه كوع. هلا ممكن واحد يكون كوع مش ادمي. شجاعا فاتكا، وكان سعيد بن قيس والي الكوفه ربما حبسه في جنايه، يعني ممكن يسرق، ممكن كذا شغلات، انه سلوكه سيء مش منضبط. طيب الشهيد برير مين هو؟ الشهيد برير شيخ طاعن في السن بالمصرع، بتشوفوا انه الامام الحسين عليه السلام خطب، الشهيد برير خطب، الشهيد زهير بن القين، الشهيد برير حكم على الكوفي حكي مهم جدا. شيخ طاعن في السن من شيوخ المتقين في الكوفة، كان يدرس القرآن في مسجد الكوفة، بحيث أنه بالمعركة طبعا أولا مع واضح أنه على درجة عالية من اليقين من خطبته ومن هذا المشهد. ما في عنا حدا من أنصار الإمام الحسين عليه السلام باهل بأرض المعركة إلا الشهيد برير، باهل لأنه واحد بنادي من جيش ابن سعد بيقول له: أتذكر لما كنا في محلة بني لوذان وانت تقلي معاوية إمام ضلال ومدري شو؟ كأنه هذاك قال بده يكشفه، بده يفضحه قدام الجيش انه انت كنت تقول عن معاوية هيك. فقال له شهيد برير: أنا على قناعتي، بتباهل؟ وباهله وقتله، انه تعت نتباهل
ونتبارز، واللي بيقتل صاحبه بيكون الحق معه. باهله شهيد برير في قلب المعركة وقتله. فإذا واضح أنه من قمم اليقين. بالإضافة إلى هذا، لما برز برير، هلأ قبل ما كمل قصة شو قال له لهذا أبو حرب السباع وشو صار بيناتهم، بس بدي أعطي فكرة عن شهيد برير مثل ما أعطيت فكرة عن أبو حرب السبيعي. شهيد برير عندما قتل هذا الذي باهله، تقدم شاب من الكوفة بده يجهز على شهيد برير، فبيقول له شخص آخر، بيقول له هذا برير الذي كان يقرئنا القرآن في مسجد الكوفة، فلم يمتنع وتقدم وضرب الشهيد برير. كان بعده مشغول باللي باهله وتمكن من ضربه هذا الشخص، مع أنه كان تلميذه. مين مدرس القرآن؟ الشهيد برير مدرس القرآن. سوء العاقبة قد يصل إلى حد أنه الشخص ما بعد يعرف لا بي لا أم لا أستاذ ولا حدا. طيب، الشهيد برير عندما سمع هذا البطال يقول نحن ورب الكعبة الطيبون، شو بيقول له؟ قال له الضحاك بن قيس، هذا فلان الفلاني، عرفوا برير. قال له برير بن خضير، يا فاسق، أنت يجعلك الله في الطيبين. هذا أبو حرب السبيعي مع أنه هيك بطال ومش متدين وإلى آخره، بس بيحترم برير، شيخ معروف بالكوفة وهذا بيحترمه. فقال له من أنت؟ قال أنا برير بن خضير. قال إن لله عز علي، هلكت والله، هلكت والله يا برير. فقال له برير، يا أبا حرب، هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فوالله إنا لنحن الطيبون ولكنكم لأنتم الخبيثون. شوفوا هلأ موقع الشهيد برير، شو بيقول له هذاك؟ قديش موقعه بنفسه؟ قال وأنا على ذلك من الشاهدين. إنه العطال البطال بيعرف أهل الحق مين هن وبيعرف شو قيمتهم، بس هو ما قادر يوصل لهون لأنه أعماله جعلت له رصيدا من المعاصي، لا يتناسب مع هذا الرصيد من المعاصي إلا سيئات، بده يتوب حتى يقدر ينقل لمكان آخر. قال وأنا على ذلك من الشاهدين. فبيرد كأنه الضحاك ابن قيس، واحتمال أنه يكون في تحريف بالمصدر، واللي رد هيك هو الشهيد برير، ويحك أفلا ينفعك معرفتك؟ ما دام انت عارفنا انه نحن الطيبين فخليها تنفعك معرفتك والتحق بنا. اللي عم بيقول له هيك برير، قال جعلت فداك. رجع لحالته البطال العطال، انه بده يمزح بهاللحظات الجد العجيبه. قال جعلت فداك، فمن ينادم يزيد ابن عذره العنزي من عنز ابن وائل؟ ها هو ذا معي. انه مين بده يسهر مع هذا؟ مين بده مثلا تكرم ويشرب خمر كذا يروح يجي مع هذا وهياه معي؟ من جهة بده يقول له في حدا معه مش لحاله، ومن جهة طبيعته هيك. قال له الشهيد برير، قبح الله رأيك، على كل حال انت سفيه. قبح الله رأيك على كل حال انت سفيه. قال الراوي، يعني هو الضحاك ابن قيس المشرقي، قال ثم انصرف عنا، وكان الذي يحرسنا بالليل في الخيل، يعني المشرف على إدارة الدوريات، عزرة ابن قيس الأحمسي، وكان على الخيل قائد الخيال. طيب، نحن هنا أمام ثلاث نماذج، بطال وثلاث أرباع بطال ومؤمن. البطال عبد الله ابن شهر ابو حرب السبيعي، شغلته واضح انه شو نمطه، اللي هيك وهيك نص ونص ثلاث ارباع بطاله، ضحاك ابن قيس. واذا وضع انه يوصل لوين؟ يوصل على خيام الامام الحسين سلام الله عليه، وشارك فترة المعركة كلها موجود، وبعدان يطلع. شو اللي طلعوا؟ شو اللي جابوا؟ عنده رصيد من حسنات هالقد بس، وعنده رصيد من سيئات يطرده من هذا المعسكر، من هذا الجو.
البطال قلت لكم أبو حرب، ثلاثة أرباع الضحاك، كل من هؤلاء. الشهيد برير هو النموذج المؤمن المتدين التقي، كل من هؤلاء وصل إلى ما هو عليه بسبب سلوكه. قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد: ويحك، أقتلتم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: عظفت بالجندل، إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا. ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية، تحطم الفرسان يمينا وشمالا وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الأمان ولا ترغب في المال، ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية أو الاستيلاء على الملك. فلو كففنا عنها رويدا لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها، فما كنا فاعلين لا أم لك. نحن نعتقد ونلمس ونوقن بأنه الأكل بغير شكل الإنسان، بغير جسد الإنسان، مش هيك الأكل؟ أنه واحد أو بصير ضعيف كثير أو ناصح كثير أو مري شو نشويات كثير أو بلاوة كثير إلى آخره، بس ما مننتبه ولا مرة أنه النوايا والعمل بغير روح الإنسان، بحيث أنه حقيقة شيء طبيعي جدا أن الشخص بظاهره بظل هذا الظاهر، لكن إما أن يكون بشكل أفعى لأنه يتسلل وبخطط وبيلدغ، وإذا قدر أنه يفترس بيفترس، فبصير أفعى لي بتفترس مثلا الجاموس وما شابه تكرمه، أو مثلا تكرمه خنزير لأنه قصة كرامة وجنس ناموس وإلى آخره، أصلا ما عنده عرض وشرف هالأمور. يعني هو عبد الشهوة، عبد النزوة، أو مثلا بيحتال الشطارة، بيفهم الشطارة أنه واحد حربه ولفه دوران وتشبيحه إلى آخره، تطلع شخصيته هيك النتيجة. يبني الإنسان نفسه حقيقة بتصرفاته. شايفين كيف كل خطوة، مش كل خطوة، كل نقل قدم جزء من الوصول إلى الهدف. لما واحد بده يمشي لمكان، مش كل نقل قدم جزء من الوصول؟ طيب مش كل نفس جزء من الوصول إلى آخر العمر أطال الله أعمار الجميع؟ طيب ليش الأعمال ما بتأثر؟ نحن نغفل عن هذا الأمر بسبب أننا نقبل على ظاهر الدنيا، نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن عن الآخرة نغفل. الآخرة بحسب الباطن، يوم تبلى السرائر. طيب هي السرائر كيف تبنى لتبلى هناك؟ كيف تبنى السرائر؟ كل تصرفاتنا من لما بفيق واحد إلى أن ينام، كل أعماله ترسم حقيقة صورته. يعني طريقته بالحكي مع اللي حوله، في فوقية وتعالي، في أذى، طلع على برا كيف بيحكي مع الناس. هذه الأعمال هي التي تبني شخصيتنا، وهي سعينا اليومي، بتتجمع علاماتها فيصبح الإنسان مسددا يوفق لعمل، أو يصبح مخذولا يكله الله عز وجل إلى نفسه فلا يوفق. هذا أبو حرب السبيعي البطال، سلوكه وصلوا لهم. طيب شو الدرس اللي لازم نستفيده؟
بالمقابل هذاك مثلا نص ونص لثلاث ارباع او ربع الى اخره عطل وبده يكون مع الامام الحسين بس مش قادر يظل الاخير. يعني في ايجابيات بس كان لازم يزيدها اكثر. خمس شهداء من البصرة على بعد شيء 1000 كيلومتر من المدينة من مكة او اكثر طلعوا تحت الخطر وصلوا على مكة والتحقوا بالامام الحسين عليه السلام وجاءوا معه الى كربلاء واستشهدوا. وهذا لا اذا وصل لخيام الامام الحسين وظل معه ولم يستشهد هرب. هذا الوسام اللي يحرص عليه الانسان وين ما كان انه بده يكون شهيد مع الامام الحسين سلام الله عليه. هو بيعرف عظمة الامام الحسين. يعني ما نتصور ان وياك انه معرفتنا تعصمنا من سوء العاقبة. لا. مع المعرفة بده يكون في عنا التزام بالحكم الشرعي، مراقبة لانفسنا، بدنا نحذر من تراكم السيئات الذي يمسخ القلب ويهدد بسوء المصير. طيب شو البرنامج اللي طبعا اول شيء بدي اعطي فكرة انه ليلة العاشر ليلة في رواية انه يستحب احياؤها، لكن لانه الرواية سندها مش واضح وبالتالي لا يمكن البناء عليها، فاذا واحد احب ان يحيي الليلة فيحييها برجاء مطلوبية، لكن قصة انه اهل البيت عليهم السلام كيف كانوا في هذه الليلة وانه واحد مثلا لما بيتذكر انه ليلة ليلاء مرت عند فقد ابيها وامي كيف بتعاطى مع هالليلة. يعني الموالي لا يمكن الا ان تحفر هذه الليلة في قلبه بعيدا. مستحب بحسب الشيخ الطوسي وفتاوى علمائنا صيام الايام التسعة والامساك في اليوم العاشر الى ما بعد العصر، ويستحب الافطار على شيء من التربة الحسينية. مستحب زيارة الامام الحسين عليه السلام ليلة العاشر وعن قرب وعن بعد، ويوم العاشر ايضا لما بيزور ليلة العاشر وبيظل بكربلاء. روايات عظيمة من جملتها من زار الحسين بن علي عليهما السلام يوم عاشوراء وجبت له الجنة. مقصود الزيارة هون ظاهر عام بعيد عن قرب وعن بعد، لكن من بات عند قبر الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء لقي الله تعالى إلى آخره. الرواية أيضا بتدل على ثواب عظيم. برنامج العمل المقترح بنبدي فيه الليلة بس بده يكون على طول بشكل دائم، وعلى الأقل واحد بده يبدي برنامج يبدي فيه لأربعين يوم، بعد الأربعين يوم حتى يساعد نفسه على معاودة الكرة، بعد الأربعين يوم بيوقف شوي بيرتاح، لأنه إذا قال بدي التزم بهالبرنامج عطول ما رح يلتزم، أو التزم له كم يوم ببطل، وهي الأمور بتأثر سلبا على الوضع النفسي. مثلا نقول هذا البرنامج واحد يبدي في 40 يوم، بعد 40 يوم يرتاح شوي ويحاول يكرر 40 تاني وهكذا. البرنامج يبدأ بتجديد التوبة في هذه الليلة، ليلة التوبة، ليلة الفرز، ليلة الوقوف مع الإمام الحسين سلام الله عليه أو الوقوف ضده. الإمام الحسين عليه السلام امتحان للبشرية عبر الأجيال، كذلك الإمام الحسن سلام الله عليه، كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكلهم نور واحد. الحر بن يزيد الرياحي كان معه 1000 واحد، من 1000 واحد طلع واحد. من الأمة الإسلامية بوقتها طلع 70 وكان في كم 1000 بدن يجوا من البصرة وكان إلى آخره، بس إنه النتيجة نسبة كتير وقليل من عبادي الشكور، وقليل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. شو هالاطمئنان عندي وعندك انه نحن والله لا خلاص نحن خاتمين نحن معاهم راضين عنا. تجديد التوبة ممكن واحد يغتسل يصلي ركعتين وخلص، بنية تجديد التوبة خلص 70 مرة استغفر الله من سجود عن جد بده يتوب على اعتاب سيد الشهداء. ثانيا بده يلتزم خلال 40 يوم على الاقل بصلاة الصبح اول وقتها عند الفجر ولو بدون اذان وبدون إقامة وبدون قنوت وبدون تسبيح الزراء عليه السلام وبدون سجدتين الشكر، بس يفيق يتوضى ويصلي الواجب ويرجع ينام. نقطة كتير حساسة. كيف إذا واحد بموسم الزراعة بيزرع
بيقدر ينتظر الحصيدة، إذا لا ما زرع هذه زرع، بيقدر عن الطريق يحافظ على باقي الصلوات أول الوقت. وهذا كله بناء للروايات، مش من المراد اقتراح الصلاة أول وقتها. تأخير الصلاة إلى قريب الشمس حالة في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يمقتها، إني لأمقت الرجل، بنام نوم البطالين، بطالين ساروا حكي وبرشوب إلى آخره، وبعدين راح. فأيمتى إذا يعني أمثلهم حالا مين؟ أنه قبل الشمس بشوي بفيقوا عمركوا، شو بعد طلعت الشمس والله بعدها، وبيصلي ثم يبادروا إلى الصلاة قريب الشروق، معنى الرواية طبعا، بس يبادر موجود بالرواية، وأمقت الرجل موجود بالرواية. ثالثا، قراءة ما تيسر من القرآن الكريم يوميا ولو صفحة، بشرط المواظبة، يوميا يوميا يا قلب، يوميا واحد بده ياكل وعدة مرات. طيب ليش ما بتكون العلاقة بالقرآن الكريم يوميا وعدة مرات؟ خلتكم مرة ماشي، والأفضل بالليل، بس مش بالنهار، صار عنده وقت بيقول بالليل بقرأ، بالليل ما قدر راحت. إذا بيشوف حاله صار عنده وقت بالنهار يقرأ بالنهار، وإذا قرأ بالليل أفضل، دائما قراءة القرآن بالليل أفضل. بس إذا خاف أن تفوت القراءة يقرأ بالنهار، وإذا صار عنده مجال بيرجع بيقرأ بالليل. رابعا، قراءة زيارة عاشوراء يوميا مرة على الأقل، وبيقدر يقرأ زيارة عاشوراء اللي موجودة بمفاتيح الجنان بدون اللعن مية وبدون السلام مية، لأنه إذا هول اللعن مية والسلام مية بدن يمنعوا الإنسان من قراءة زيارة عاشوراء. علماءنا بيقولوا هالرواية، رواية زيارة عاشوراء الثانية اللي موجودة بمفاتيح الجنان، أيضا عن علقمة عن الإمام الباقر عليه السلام، يعني مثل رواية زيارة عاشوراء الأولى. عاد هيك المقدس شيخ باجد بيقول لا تقلوا عن الزيارة الأولى، الشيخ عباس القمي بيقول هيك، مع أنه حاطط عنوانها الغير مشهورة، والشيخ باجد بيقول ما لازم كان ينقال غير مشهورة، بس اثنيناتهم أكدين على بيقدر واحد يقرأ هذه بده 7-8 دقائق. طيب الأمر الخامس، القرار الدائم بكف الأذى عن الآخرين وتجديد التوبة عند مخالفة هذا القرار. يعني أنه أحدنا ما يأذي حدا أبدا، نحن بشر، غلط يرجع يعتذر. كف الأذى برنامج علمانا بركزوا كف الأذى، ما بده يأذي حدا خصوصا بلسان، كف الأذى كف الأذى. تصور واحد أنه مثلا 50 سنة هو ظالم مرته، بيجي يوم القيامة وقد خاب من حمل ظلمة، يحمل ظلمة زوجته على عاتقه 50 سنة. أو هل الزوجة بتظلم زوجها موجودين، أو أنه بتظلم أولادها، أو بتظلم الشغالة بتعاملها عبد للشغالة، الظلم ما بروح هيك. الأذى الأذى الأذى، اللهم عنا على أنفسنا. أن واحد يعني ينتبه للتكرم الكلب العقور الذي بمجرد أن يرى شخصا يؤذي، إذا وحدنا هو عطول هيك، إذن هذا طريق إلى جهنم، هذا الأذى لحاله طريق إلى جهنم، ولا يمكن أن يصل إلى خيام سيد الشهداء ويكون مع هذه القمم الكربلائية مع عدم مراعاة هذا الجانب. الأمر السادس والأخير، الاستعانة على ذلك بالسلام يوميا على صاحب الزمان أرواحنا فدة، مع ذكر سيد الشهداء عند السلام عليه، مع ذكر سيد الشهداء. وإذا أرى له بيت تعزية، سمع له بيت تعزية، دمعت عينه، فبكاء على سيد الشهداء يحط الذنوب العظام. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين وارث الأنبياء يا
كانوا دليلا ومن نهجهم قد رسمت السبيل. فيا وارث الأنبياء سلام عليك من الله لا لن يزول. وقفت أمام اختبار عظيم وأحييت في الناس صبرا جميلا. وتاسع أبنائك الطاهرين سينشر في الأرض نبلا أصيلا. وإن المعارف تروي الحكايا يقرأ